تحيات رأسكم للاستثمار، وما زال هذا السهم يتداول بضعف تحت مستويات ال 43 قرش اللي كانت بالنسبة لنا مناطق دعم قوية جدا، كسرناه وكسرنا مستويات ال 40 قرش. ولكن اللي بيعول ان السهم لو بصينا لقى ان الهبوط ضعيف جدا وبدأ يحصل ضعف في الزخم البيع، ولكن هناك ضعف قوي جدا في الموجة الأولى اللي أنا قد أذهب وأخد نفس طول الموجة دي كلها من المستويات دي، فهلاقي نفسي قريب جدا من مستويات ال 38 قرش، ودي مستويات دعم 38 فيبو. ما زال للسهم أهداف هبوطية والسهم لن يقوم بأي انعكاس. كنا بنتمنى يحصل انعكاس ويبقى التصحيح بسيط من عند المناطق دي، بس ان كانت مناطق قويه جدا عند مستويات ال 40 قرش كسرناها، واعتقد ان احنا في اتجاهنا مستويات ال 38 قرش، وعندنا منطقه الطلب الاهم اللي موجوده عندي هنا من عند مستويات ال 38 ل 50، وهي دي المنطقه الجوكر بتاعتي اللي ما بين مستويات ال 34 قرش ل 38. اي تراجع بضعف داخل المناطق دي هيكون فرصه للشراء، للبحث عن قمه جديده، وبالتوفيق.